نتكلم عن إمكانية عمل المرأة أو عدم عملها، وأنا مع عمل المرأة لأنه هذا أمر لا ينافي الشريعة الإسلامية ولا ينافي الأعراف أو القوانين أو كذا، لأنه اليوم المرأة يجب أن تكون لديها إمكانياتها المادية في زمن لم تعد فيه المثل والأخلاق. لذلك يجب أن نعامل المرأة اليوم بأسلوب راق، وهذا الأسلوب الراقي هو الذي يساعدها على تخطي عدد من العقبات التي تتخوف من المرأة في مجال العمل. المرأة أنها تخدم، علاش؟ الأسباب وجهة. أن الوقت صعبش ولو يد وحدة مابقاش كتصفق، ولينا في واحد العالم ايديولوجي دايره فيه بزاف د الحوايج ما يمكنش تخلي المراه تخدم ما تخدمش. علاش؟ حيت الا خليتي المراه ما تخدمش وهي غتكون قاريه، بالنسبه ليها كتسمى بحال اللي هذيك حياتها كامله تقريبا ديك ال 20 عام ولا 13 عام ضربتي لها في الزيرو. الصراحه حنا دابا في واحد الزمان اللي ولينا كلنا سواسي، دونك ما كايناش اون ديفيرونس ما بين لومو ولا فام، دونك اون اي توس باغي. علاش اللي ما نخدموش وميم سي زعما نتعاونوا مع بعضياتنا؟ الوغ سي لا في ان برانسيب. انا مع السيده ضروري تخدم الا كانت متطلبات الحياه غادي تكون زادت، الحياه دونك غلات، معيشه غلات. إذا كانت خدمة ما غاديش تشكل ليها عائق بالنسبة لحياتها مثلا الزوجية ولا يعني أسرية ولا هذه، ماشي مشكل. إذا كانت أو ديبون مثلا الحياة ديال العائلة وليداتها وكذا غتولي عاوتاني شي شوية. دونك وي تخدم، ولكن في حدود، يعني يكونوا كوم كوا كيما قلت لك الواجبات ديالها ما تخليهمش، وبيان سور تخدم. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.